الأخبار من أي تي في العدالة. وفيها الفلبين تفرض مجددا حظرا على إرسال الخادمات إلى الكويت. رياضيا، كأس الأمير تدشن منافساتها في 18 من فبراير، والدوري يختتم في 7 من مايو. ومن العناوين إلى التفاصيل. قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو إن الحكومة ستصدر قراراً بتعليق إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بشكل جزئي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلبينية، وذلك بعد أنباء عن وفاة عاملة فلبينية الأسبوع الماضي في الكويت. ونقلت الوكالة الإخبارية عن بيان للوزير أن وكالة التوظيف الفلبينية التي أرسلت العاملة إلى الكويت ربما تتعرض إلى إلغاء رخصتها، عازياً ذلك إلى تقاعس عن اتخاذ إجراء تجاه طلب العاملة العودة إلى الفلبين قبل أشهر من مقتلها. وأوضح بيلو أن الحظر سيطبق على إرسال العمالة المنزلية الجديدة، ويستثنى من ذلك العمالة الماهرة والمهنية. واعتبر بيلو ذلك الإجراء رسالة إلى السلطات الكويتية، لافتا إلى أن الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كامل إذا لم تتحقق العدالة للعاملة الفلبينية القتيلة بحسب بيلو. سيطرت فرق الإطفاء على حريق مبنى من 3 أدوار على مساحة 700 متر، وورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في منطقة الشويخ الصناعية، فتوجهت فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعي والشهداء والعرضية والإسناد والمدينة، وتبين أن الحريق في مبنى يتكون من 3 أدوار بمساحة 700 متر مقسمة لعدة محلات منجرة ومخارط متجاورة، فعملت الفرق على مكافحة الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها قبل انتشارها للمباني المجاورة. وافقت بلدية الكويت على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للكابلات الأرضية لتغذية محطة التحويل الرئيسة بمنطقة تيماء. وذكر مدير البلدية أحمد المنفوحي في كتاب الموافقة الذي وجهه إلى رئيس مجلس البلدية أن الرأي الفني للبلدية بالموافقة على طلب الكهرباء مشروط بالالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتحويل الإدارة بزحزحة المسار في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة. أعلن قطاع البريد بوزارة المواصلات أن إغلاق مكتب بريد بيان خطأ غير مقصود، وعليه باشرة الإدارة العليا في القطاع تدارك الخطأ بتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بالبريد، حيث استؤنفت العمل باستقبال الجمهور في حينه. وأضافت الوزارة في بيان أنه جاري التحقيق لمحاسبة المقصرين، ونعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود. حسمت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مصير معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في أستراليا، حيث قررت اللجنة توقف دور STC للدرجتين الممتازة والأولى في 7 مارس المقبل، ويقام الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير في 15 ذاته، على أن يغادر المنتخب عقب انتهاء الدور نصف النهائي مباشرة إلى أستراليا التي سيلعب بها مباراة ودية مع أحد الفرق المحلية هناك. ويخوض المنتخب مباراة مهمة جدا مع المنتخب الأسترالي في 26 مارس في الجولة 7 من المجموعة الثانية ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين. من جانب آخر، قررت لجنة المسابقات انطلاق منافسات بطولة كأس سمو الأمير في 18 فبراير المقبل، حيث تقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتم الاحتكام للوقت الإضافي مدة 30 دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة.
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود الكويت نهاراً طقس معتدل غائم جزئياً إلى غائم مصحوباً برياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 إلى 26 كيلومتراً في الساعة. كما توقعت أن يسود البلاد ليلاً طقس بارد غائم مصحوباً برياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. غيب الموت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، ونعى إعلاميون من شتى الدول العربية الراحلة مذكرين بعملها الإعلامي الدؤوب. نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي حدث اليوم على قناتي العربية والعربية الحدث، وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان. نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.